نشرة الأخبار من قناة الساحل نبدأها بالعناوين. دخول القوات المسلحة وقوات الأمن في عملية التصويت على الشوط الثاني يوما قبل الاقتراع العام، والمعارضة تعتبر الخطوة بيئة مناسبة للتزوير. اقتصار التصويت على 3 بطاقات في الشوط الثاني يبعث بالتفاؤل حول احتمالية تراجع الأعداد الملفتة للبطاقة اللاغية في الشوط الأول. والأوضاع الأمنية المتدهورة في مالي تدفع بعدد اللاجئين إلى مخيمات برة إلى التزايد الملحوظ. أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار الساحل التي تأتيكم من العاصمة الموريتانية نواكشوط. بدأ أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في الشوط الثاني من الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية في الدوائر التي تأجل الحسم فيها للشوط الثاني. ويدلي أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن بأصواتهم في مكاتب خاصة بهم يوما قبل يوم الاقتراع العام للتفرغ لمهامهم الأمنية، حيث يتوجه المواطنون غدا إلى صناديق الاقتراع. حضور مكثف لعناصر القوات العسكرية والأمنية في يوم التصويت المخصص لهم في عدة دوائر انتخابية بنواكشوط. داخل المكاتب تبدو الإجراءات عادية جدا بحضور عناصر المكتب وكل الوسائل اللوجستية المطلوبة. أوضاع التصويت جيدة، مكتب القوات المسلحة متنظم والإقبال جيد والأمور طبيعية، ما في ملاحظات، ممثلين الأحزاب موجودين، لا سجلنا أي ملاحظة. تجري عملية اقتراع القوات العسكرية والأمنية وسط حضور لممثلي اللوائح التي تخوض الشوط الثاني من الانتخابات البلدية والجهوية. ويرى ممثل هذه اللوائح أن عملية التصويت تجري في ظروف ملائمة وشفافة. حضرنا باكرا وبدأنا التحضيرات بحضور كل أفراد المكتب وممثلي اللوائح، وتم تجهيز كل شيء وهو ما تلاحظونه الآن. لا توجد أي مشكلة، الإجراءات شفافة ونزيهة إلى حد اللحظة. يأتي إجراء تصويت أفراد القوات المسلحة والأمنية يوما واحدا قبل الاقتراع المقرر غدا، تكملة لمشوار ما بعد الشوط الأول والذي كانت لنتائج الأجهزة العسكرية والأمنية دورا فيه. حضور مكثف لعناصر القوات المسلحة والأمنية على مكاتب التصويت في شوطها الثاني ضمن انتخابات 2018 وسط متابعة قوية لممثلي الأحزاب لما يدور داخل هذه المكاتب، وهي بداية النهاية لأسخن انتخابات في تاريخ البلاد. الشيخ مدن النجاج، تلفزيون ساحل، نواكشوط. هذا وكانت بعض من قيادات المعارضة قد قامت بجولة اليوم في مكاتب تصويت الجيش. صرح رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد والمولود من خلالها أن تصويت الجيش بيوم قبل المواطن يفتح الباب للضغوط ويشكل بيئة مناسبة للتلاعب بصناديق الاقتراع، خصوصا وأن فرزها لا يتم إلا يومين بعد التصويت، مؤكدا أن المنتدى والتحالف الانتخابي سيطالبان بما أسماه إعادة الأمور إلى نصابها. نحن في المنتدى وفي تحالف الانتخابي سنطالب بإعادة الأمور إلى نصابها، وهي أن يكون العسكريين موريتانيين يكونوا مواطنين يصوتون حسب وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية، إذا ما نسميه تطبيع التصويت العسكري إن شاء الله. وتقوم المعارضة عادة بمثل هذه الجولات في المكاتب للإطمئنان على سير العملية الانتخابية بشكلها الطبيعي، حيث صرح نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أن هذه الجولة لا يمكنهم من خلالها البت بمصداقية العملية. ما شاهدناه هو لحظة واحدة داخل المكتب، وبالتالي نحكم عليه اللحظة التي شاهدنا، وبالتالي ما يجري ما سيجري لاحقا وما يجري خارج المكتب لا يمكننا أن نحكم عليه، وبالتالي نتحفظ على كل ما يجري حتى نتأكد من حقيقته ومن سلامته.
ومن جانبه عبر نائب رئيس حزب المستقبل عن أمل المعارضة في أن يثبت الجيش وقوفه على نفس المسافة من الجميع وأن يكسر النظرة التقليدية للمواطن حول تصويت الجيش عادة لمرشحي الحزب الحاكم. سمعنا بعض الخروقات سمعنا بها في تيارت وراجعنا إن شاء الله تقول ما هي خالقة وبن نجينا هون لذلك ظهرنا هون بن لله الحمد اللي ما هو لبعض القادة اللي شفنا هون وطرحنا قضيتهم انه ما يأثرون على الصوت الجيش من نفسه ونختاروا الموريتانيين يعرفوا كاملين والنتائج ان شاء الله اللي تطلع في هاي المكاتب اللي تبرهن لنا بان الجيش بانه جيش جمهوري وبن لا فرق بين المواطن البسيط والعسكري بالنظر عند الموريتانيين بان العسكر لا يصوت دائما الا للرئيس نختاروا هاي القضيه ان نثبتوا ان ما يخالق بان الصنادره لا هم وصفين انهم واحد كل ما عنده صوت وكل ما لمناقشة تداعيات الشوط الثاني وعملية التصويت اليوم ينضم إلينا في الاستوديو السيد إبراهيم فال ولي العام رئيس شبكة الشامل لمراقبة الانتخابات. أهلا بكم. شكرا. ما هي أبرز النقاط التي طرحها الشوط الثاني في يوم اقتراعه الأول؟ شكرا لهذا السؤال. نحن دائما نأكد ونأكد من منبركم انتم وعلى ان موقفنا على ان حياديين ننقل الصوره بصفتها كما هي. نحن في الحقيقه نتعامل مع المراقبين اللي مثلا اللي في المكاتب اللي هم رئيس المكتب واعضاء اللي جايين عن طريق المكاتب والاشخاص اللي قدرك شفتوا طلعتوا هذا اللي هم صاحب الحزب الحاكم وصاحب التواصل هذا اكدوا لنا على انها كانت انتخابات كانت باطل تمر بسلاسه قيم هذه اللي هم المراقبين اللي عند المكاتب. بالنسبه لفهم ملاحظات نحن دائما وانا اكدتها ونأكدها مره اخرى عن طريق نحن نتعامل مع الواقع. ابرز النقاط التي طرحها الشوط الثاني. ابرز ما لاحظنا على المستوى بالنسبه اليوم من مستوى الشوط الثاني لمستوى الصناعه لاحظنا نوع من الشفافيه ولا فهم تاثير ولا فهم القضيه مرت بسلاسه حسب شهاده اللي اصحاب الاحزاب اللي موجودين في المكاتب كلهم مسؤولون يقولوا ان الامور طبيعيه. هذا هو اللي نأكد واحنا عندنا الحمد لله اسامي ونعرف الواقع والحقيقه في ذلك. بالنسبه لأنا ما لاحظنا مولي على ان صنادره ما فهم ضباط لاحظنا مساله مهمه بعد ان لاحظنا عن طابور فيه رتب نقيب وعقيد وعسكري اذا كانوا ماشيين في الطابور ما فهم فضليه ضابط عن صنادره وهذا بالنسبه لشيء ايجابي. الشائعات اللي طرحت علينا طرحوا لنا بعض فماتي احنا كنا نمر بجميع المكاتب عن فيه عن قد يخلق طرحوا لنا قضيه الفرز هون نختار نوضح شوي قضيه الفرز لان يعني الحمد لله تجربتنا طويله. قبل ان نصل الى ذلك يعني لكن المعارضه لديها بعض الملاحظات وبعض الانتقادات مثلا هل يمكن تلبية مطلب المعارضة حول فرز نتائج القوات المسلحة اليوم وقوات الأمن الليلة وقبل الدخول في اقتراع الغد يعني؟ هذا بالنسبة للمعارضة مع احترامي لها الشديد مع تقدير الزملاء اللي كانوا يتكلموا في هذا وفيهم القانون هذا ينقص إذا اليوم أخلق فرز في المكان هذا يحد من 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 حريه العسكريين لان لا حد لانهم لا اذا منهم حد يصوت للمعارضه لا يصبح محدود صوته معروف عنه صوت للمعارضه من الافضليه ان تمشي قضيه في اطار عام يصوت فيه لا اذا حدث هذا اذا طرح اذا يخلق فرز هذا اذا يخلق فرز اليوم هذا يعود في صالح الدوله بهالليله تضبط عن الصنادرة كاملين صوتوا لها بدل عن تخلى حرية الصندري العسكري
على انه ينفرز مع صفه عامه مع المدنيين غدا، وهذا يضبط نوع من حريته هو ونوع من الشفافيه ونوع من الصدق، هذا الله اللي عنه يكون احسن بالنسبه للجميع. هناك قضيه اخرى، هل تاكدتم من هذه القضيه مثلا من مزاحم المعارضه ان هناك كتيبه توجهت الى مدينه الزويرات لدعم احد المرشحين هناك، هل تاكدتم من مزاحم المراقبين اللي في الزويرات اكدونا عن حدود الساعه 12 عن شات مجموعه من العسكريين ليتصوتوا في مكتب ليست زوارات، وعلان هاي الكتيبة عنها أسماءها موجودة على اللائحة، وطبيعة عنها كتيبة عنده هون مدي صريحين شوي واقعيين. هذه المناطق الحدودية وفعلا ليتي كتيبة وتصوت وترجع المكان تغطي الأمن وترجع تجي واحدة أخرى ثانية، وهذا نظام أمني، هذا طبيعي يوقع ذا، وجات كتيبة وأكد عن أسماءها موجودة. لكن برأي المعارضة أنها تدعم أحد المرشحين هناك هذه الكتيبة. شوف نحن بالنسبة لنا ما نحن بالنسبة لنا كمراقبين ما نميل شور أشخاص والله شور مقاطعات، لا نميل شور زويرات ولا نميل شور عرفات ولا نميل شور أي جهة من الجهات. نقلوا الصورة بصفتها اللي المهم عنا نطرحه، وهذه مسألة بعض القانونيين يطرح هذا عنا نظروف قضية الفرز. نحن طلبنا امس عن طريق قنوات في قناه الوطنيه عن من حق يقدم الحق اصحاب الاحزاب الموجوده تتاكد من بطاقه التعريف، هذه من مساله. لكن بالنسبه لنكدم اللي هون نختار نحن كنختار من السياسيين بصفه عامه عن الجيش هيئه وطنيه وعنه ما هو انعاج الصاق ونسوي هذا فيها شخصيات والاكاديميين ومثقفين وعنهم حريتهم هم وضميرهم وعن حد يخلي بينهم مع حريتهم وضميرهم ما تطرح عليهم عنكم عنهم مدى ينصاقوا ويصوتوا. نعم واضح وصلت الفكره. انتم كمراقبين مشاكل عديده تخللت مجريات الاحداث في الشوط الاول وكانت مثار انتقادات المعارضة وبعض الأحزاب، هل تم التغلب على تلك المعوقات والتي من بينها انعدام الكهرباء في بعض المناطق النائية مثلا؟ هذه النقطة نحن هم أول حد طرحها للجنة المستقلة قبل الانتخابات، قضية الإضاءة في المناطق النائية، وأكدت أن اللجنة المستقلة للانتخابات عنها التي تسيطر على ذلك النقطة، وحتى عننا طلبنا منها قبل أمس في الشوط الثاني ونطلبوها منهم لليوم هذه النقطة بالذات لأنها سببت ياسر الإحراج ومثلا قد الفوضى. النقطة الأخرى اللي لاحظنا نحن راكم موسم أمطار على أن المكاتب يلا يعدوا في البلد آمن من إذا تم التغلب على مثل هذه الأمور أيضا مثل الأمطار أيضا حسب اللجنة المستقلة عن هذا بالنقطة هاي نقطة ثنتين اللي قضت الإضاءة ونقطة المطر والأمطار عنه إن شاء الله عنه لا يقلل. شكرا شكرا سيد إبراهيم فال وللعم رئيس شبكة الشامل لمراقبة الانتخابات، شكرا جزيلا لكم. أخبار الساحل متواصلة تتابعون فيها بعد الفاصل. اختصار التصويت على 3 بطاقات في الشوط الثاني يبعث بالتفاؤل حول احتمالية تراجع الأعداد الملفتة للبطاقات اللاغية في الشوط الأول.
أهلا بكم من جديد. عقد رئيسه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال والبلال اجتماعا برؤساء وأعضاء المكاتب الانتخابية بنواكشوط، حثهم فيه على مراعاة الشفافية والعدالة في العمل. وقال والبلال خلال الاجتماع إنه لن يتم التدخل في صلاحيات الأعضاء من قبل أي جهة أو الضغط عليهم. ما في حد لا يجي عليكم يراد لا حزب ولا سيني ولا سلطة في سيني ولا إدارة ولا حد. القانون هو الفيصل، القانون هو اللي يفيديكم، والقانون هو اللي عليكم تطبقوا. يعاد التصويت في الشوط الثاني على أكثر من 3600 مكتب تصويت في عموم البلاد من أصل 4040، وذلك بسبب تعذر حسم التنافس على المجالس الجهوية في 9 مجالس من أصل 13 مجلسا. وكان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد تحدث في وقت سابق عن الإحصائيات حول المناطق والدوائر التي تم حسمها والتي ذهبت إلى الشوط الثاني. تم خلال الشوط الأول حسم ما يلي: بالنسبة للنيابيات تم حسم 37 دائرة انتخابية، وذهبت إلى الشوط الثاني 12 دائرة نيابية. بالنسبة للانتخابات الجهوية حسمت نتائج 4 دوائر انتخابية، وذهبت إلى الشوط الثاني 9 دوائر. وبالنسبة للانتخابات البلدية حسمت نتائج 111 بلدية، وذهبت 108 إلى الشوط الثاني. بعد تصدرها لنتائج الشوط الأول، يعود الحديث عن البطاقة اللاغية إلى الواجهة خلال الشوط الثاني، حيث يرى مراقبون أن اقتصار خيارات التصويت في غالبية الدوائر في هذا الشوط على بطاقة إلى 3 بطاقات على الأكثر بدل 5 يمكن أن يحد من النسب المرافعة للبطاقات اللاغية. الإبقاء على الموعد المحدد سلفا لاقتراع الشوط الثاني من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ألغى كل التساؤلات المتعلقة بما ترتب على الفترة الزمنية القصيرة والفاصلة بينه وبين تاريخ إصدار نتائج الشوط الأول، وتحولت الأنظار إلى جاهزية اللجنة للإعداد المحكم لاقتراع السبت الجديد. اللجان قامت بالإجراءات المناسبة، كل يعني هناك كل مكان لديه خصوصيته، ما يمكن أن نقوم به الحوض الشرقي ليس هو ما يمكن أن نقوم به الولايات الأخرى، ليست لدي معلومات كافية من أجل أن أحصي الإجراءات التي تم القيام بها، لكن ما يمكن أن أؤكده هو أن البطاقات التصويت وصناديق الاقتراع تم التدابير اللازمة من أجل إيصالها لمكاتب الاقتراع. كثيرون يتوقعون أن تتمكن اللجنة من تأدية الدور المنوط بها في الشوط الثاني بحكم تقلص عدد الأحزاب المتنافسة فيه وعدد اللوائح من جهة والدوائر الانتخابية من جهة أخرى، إضافة إلى التجربتين القديمة والجديدة، إلا أن هؤلاء تنتابهم شكوك حول أبعاد أخرى لعمل اللجنة. سؤال المطروح هو هل ستكون اللجنة عند المستوى وهل ستكون عند مستوى التحدي؟ عند الفرز في اللجان الفرعية والفرز في اللجان في المقر المركزي وأمام الطعون. هي الآن أمام خيارين أعتقد أنهم أحلاهما مر. أعتقد أن اللجنة الآن أمام خيار صعب جدا وأمام امتحان صعب، والأيام المقبلة ستكشف هل هي على المستوى أم أنها مثل سابقتها. التجربة الديمقراطية الموريتانية التي تشهد مرحلة مهمة في تاريخها حسب أغلب المراقبين، تلعب اللجنة المستقلة فيها دورا محوريا يتلخص في حصولها على ثقة الأطراف كافة، سواء من ناحية الحياد أو حسن الأداء. أحمد نسيد أحمد، الساحل تي في، نواكشوط. تصاعد عدد اللاجئين الماليين القادمين إلى موريتانيا تصاعدا ملحوظا خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل ما يزيد على 200 شخص في شهر أغسطس وحده، ويساهم الوضع الأمني في الظروف المعيشية الصعبة في مالي في زيادة عدد اللاجئين الماليين بمخيمات برة في موريتانيا على الحدود مع مالي. ونتابع فيما يلي معلومات مفصلة عن الأرقام والأوضاع العامة هنا.
ومن مخيمات برة نختم أخبار الساحل تذكير بالعناوين. دخول القوات المسلحة وقوات الأمن في عملية التصويت على الشوط الثاني يوما قبل الاقتراع العام، والمعارضة تعتبر الخطوة بيئة مناسبة للتزوير. اقتصار التصويت على 3 بطاقات في الشوط الثاني يبعث بالتفاؤل حول احتمالية تراجع الأعداد الملفتة للبطاقات اللاغية في الشوط الأول. والأوضاع الأمنية المتدهورة في مالي تدفع بعدد اللاجئين إلى مخيمات برة إلى التزايد الملحوظ. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية إلى اللقاء.